عزيز اللصي يلعب كرة في اتجاه مرة بالحاج، كرة عند اللصي ولكن الكرة تبعد. لعب السابق طبعا لفريق الشط ولعب الحالي لفريق الاتحاد. عبد العزيز يلعب كرة داخل منطقة الجزاء ولكن كرة سهلة. أحمد الحداد فرصة الآن لصالح فريق الشط، كرة عرضية معاد اللافي جلدون الهرام يمر في المرة الأولى ولكن الإبعاد ممتاز. عبد السلام حركة يستعد للتنفيذ، يتم التنفيذ، كرة داخل منطقة الجزاء راسية، راسية كانت قريبة جدا. لعب كرة بالراس في الاتحاد جهات شلدون في مرة أولى، تسديدة مرة ثانية، محاولة أحمد الهرام تألق أو جهات شلدون في اللعب. كرة ترجع الآن لصالح فريق الشط. الدكالي يمر بشكل طيب يلعب كرة في اتجاه سيدي بي. 98 هدف طبعا هذه الإحصائيات قبل هذا اللقاء. إذا المتابعين الكرام استئناف اللعب. عبد الرحمن المشري تعود معاد عيسى، معاد يسدد، معاد يا رايا، هدف أول لصالح الاتحاد عن طريق معاد عيسى يا رايع، ممتاز جدا معاد. مجري كرة كانت مباغتة من معاد اللي دخل مع احداث الشوط الثاني. هذه هي معاد، حلوة يا معاد، تسديدة رائعة بصراحة، هدف من خارج منطقة الجزاء. هذه هي التسديدة، ممتاز يا معاد، ممتاز يا معاد. كرة راس براس مع الحارس عبد الرحمن المشري، سدد كرة اكيد تسديدة مدافع. وهذا هو الايطالي سانينو احمد الحداد. الحداد يمر بشكل طيب في مرة اولى ولكن الكرة سهلة لتعود للحارس معاد اللافي. هذه الاعادة علي مادي، كرة جهاد لم يحسن التصرف. عبد السلام حركة يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة الآن لصالح فريق الشط، فرصة أولى، فرصة ثانية والإبعاد، فرصة الآن أحمد الحداد، أحمد الحداد يضيع كرة من أمام طبعا مرمى الحارس معاد اللافي. وفي مرة ثانية هذه هي الإعادة أو كرة اللعب عبد العزيز بريش يلعب كرة في اتجاه علي مادي، ممتاز علي من أمام معتز الجرنازي، علي في مرة أولى وفي مرة ثانية. اللاعب أحمد فوزي يفتك الكرة بشكل ممتاز لترجع مرة أخرى لعلي مادي، علي مادي لعزيز، ولكن هناك بالفعل هناك فريق الشط عند محمد الدكالي. ناجدرا يعيد الكرة للحارس معاد اللافي، خلاص نلعب في التواني الأخيرة. ترجع الكرة الآن لصالح علي مادي، علي مادي ولكن معتز. إذا متابعينا الكرام، متابعين مباراة الشط والاتحاد، ينتهي وتنتهي هذا اللقاء بتفوق فريق الاتحاد بنتيجة هدف مقابل لا شيء، هدف الرائع معاد عيسى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. بهذا الفوز فريق الاتحاد يصل للنقطة التاسعة.